هنا مدرسة الآحاد للبنات وللولاد وبالمجان تعليم كل فنون الفساد. هنا مدرسة الآحاد للبنات وللولاد وبالمجان تعليم كل فنون الفساد. انا مستر بايبل مدرس الفساد. النهارده اول حصه هي نشيد الانشاد الصدري روحي وجميل وكلام الحب وحنان. يوم الخميس اللي جاي هعمل لكم في امتحان. النشيد ده كله طبعا معاني عظيمه مليان فضائل يا وائل مش قاعدين في سيمه. واحده واحده هنقرا عشان فهم السليم وكل يقول ورايا يا بنت الكريم. بنعلم رجليك يا حلوه خلاص جابت لي هيسس ولا فخدك المدور مش مسلوه مع عصعص. صورتك دي زي كاس خمرها عمره ما ينقص. حناكيك ده جميل من الخمر يا ناس بتسيل. حد يلحقني بجد لحد يجيب لي يا ناس برميل. انا الحبيبي وليه بشتاق. ما تيجي نروح الغيطان وهناك نعمل بقى وشها. نكمل بكره يا اولاد الحصه في نفس الميعاد. هنا مدرسه الاحد للبنات وللولاد وبالمجان تعليم كل فنون الفساد. هنا مدرسة الآحاد للبنات وللولاد وبالمجان تعليم كل فنون الفساد. الحصة التانية النهاردة دي هتكون عن حكايات سفر الشباب والبنات والكبار والعيال. اسمع معايا الحكاية شوف العبر والمواعظ في كتاب مقدس معايا فيه الصور اللي عايز. كان في اخت من ام واحدة لكن حالتهم غريبة. كان واحدة اسمها اهولة والتانية اسمها اهوليبة. زغزغوا وتدغدغوا وفي الزنا اتمرمغوا وطرائب العذرة اتلغوا. في مصر دي تبقى عيبة. اهولة عشت اشهر ودول جماعة حبيبة. شباب وحوش ما يرحموش وفي الزنا حيتان قروش. وفلت معاهم كلهم واتنجست من عشقهم. بس اوعوا تعمل زيهم دي مدرسة مش اهوليبا. كانت زيها وزنها فازن اختها لحم الحمير ومنيل خلدل كانوا هما عشقها. قصة زواني اتنجسوا اتعلموا اتأسسوا فن الفساد يلا ادرسوا وبقول شروف كل البلاد. هنا مدرسة الاحد للبنات وللولاد وبالمجان تعليم كل فنون الفساد. هنا مدرسة الاحد للبنات وللولاد وبالمجان تعليم كل فنون الفساد. كله يركز معايا صحصحوا فوقيا اللي نايم. الحصه التالته النهارده هتكون عندنا المحارم. بنتين وابوهم شربوا الخمره لما سكروا. قال ايه عشان الناس يجيبوا العزوه حلوه يا ناس صحيح. الاولى يوم والتانيه يوم والاب كان غرقان في نوم. ما اتصوت وشقوا الهدوم مش عايز اقول كلام ابي. حسام ارضي غطت وشها وحيله خلعت حمواها وزنا معاها ومنها جاب عيلين ولاد حرام. امنون بخطه جهنميه رسمها له صاحبه الحاكم. يخدع ابوه بتمثيليه بانه عين مش سليم. يزني باخته يا ناس وهي تقول له عيب يا ابن الكريم. الحصه دي كانت الاخيره خلاص كده خلص الكلام. ما تقاف قوموا تقفوا فلتحيا مدرسه الاحاد. لمصلحتكم اعرفوا ان النجاح عايز اجتهاد. منهجنا تهزيل النفوس هيخلي دمكم عرق سوس. بعد التخرج التيوس رح يعملوا معاكم اتحاد. احنا مدرسه الاحاد. لا بوليس ادبي يهمنا ولا حكومه تلمنا. يوه تاني. طيب يا عم ما تزقش. الله يخرب بيوتكوا يا ظلمه.